اللي بين الضلوع قلب. وعلاء هيغني لنا عن القلب على حسب وداد قلبي. اللي ما يعرفش الاغنيه دي المرحله اللي كان عبد الحليم فيها بيحب يغني شعبي زي ما يعني بعد ما كان في موضه محمد رشدي. اللي كتب الاغنيه دي ناس كتير ما تعرفش اسمه، شاعر شعبي اسمه صلاح ابو سالم. وطبعا الاغنيه طبعا دي من روائع عبد الحليم حافظ. بعديها على طول هيختم الفاصل ده، هو يعني سمعنا عبد الوهاب، سمعنا عبد الحليم، يبقى فاضل التالي فريد الأطرش. فاحنا دلوقتي عندنا على حسب وداد قلبي، وبعديها فريد الأطرش على طول. علاء كرمان.
على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي 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 ولا بيدي على حسب ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاه حكايات 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 على حسب وداد قلبي يا ابويا على حسب وداد قلبي يا ابويا.